السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هعملك وصفه سهله وسريعه ما تاخدش معاكي وقت، للفطار للعشاء، حلوه جدا. يلا بينا الاول نسمي بالله ونصلي على الحبيب عليه افضل الصلاه والسلام. انا جبت علبه الجبنه الكبيره، خدت منها نصها تقريبا، يعني تقريبا اللي هي العلبه الربع. خلاص هنفضيها كلها. انت عايزه تزودي الكميه زودي براحتك، انا بحب اعملها وبحطها في التلاجة. بصراحه بتبقى حلوه قوي، طعمها جميل مغذيه جدا. حطيتها في بوله كبيره، حطيت عليهم معلقتين طحينه كبار، خلاص نص ليمونه، خلاص هعصر نص ليمونه، خلاص كده هحط شويه خل، مش بس البذر بتاع الليمون. طيب ما بعرفش، بستسهل اعصرها بايدي على طول كده وراح دماغي. اهو شويه خل، حوالي 4 5 معالق خل، عشان كده ما تكتريش في الليمون. زيت برضو، شويه زيت حلوين، ربع كوبايه زيت تقريبا. الجبنه دي انا بعملها على طول واحطها في التلاجة باشكال مختلفه، كل شويه يعني اغير شويه ميه عشان افك الجبنه، لازم شويه الميه دول على فكره. اهو هنفك بقى الجبنة خالص، رشة ملح لان الجبنة اللي انا جايباها دي ملحها خفيف، فهحط شوية ملح لان انا هحط حاجات كتير عليها هتبقى عدمة جدا. كوباية زبادي، انا بقولك مغذية وطعمها حلو قوي ومختلفة. هنفضل بقى نقلب، نفضل نقلب لغاية ما تبقى كريمي، اللي هتاخد شوية تقليب مننا كويس هتلاقيها بقت عاملة زي الجبنة الكريمي، حلوة قوي بجد بجد. اهو زي ما انت شايفة، عشان كده ما تقليهاش اكتر من كده، لان لما بتدخل التلاجة كمان الطحينة بتتقل، فهي كده تقولها حلوة قوي، ما تقوليش دي خفيفة، لا هتدخل التلاجة هتلاقيها تقلت معاكي وبقت مظبوطة. خلاص اهو فضلنا نقلب لغايه ما بقت كريمي حلوه قوي. خلاص مقطعنا على جنب شويه بصل اخضر، البصل الاخضر فيها يا جماعه لازم تجربوها بجد تحفه، شويه فلفل الوان، كام طماطمايه، لو عندك خيار كمان، عندك جزر مبشور، بصي حطي فيها الخضار اللي انت عاوزاه لانها بتدي كميه حلوه قوي ومغذيه جدا جدا. بس اهم حاجه البصل الاخضر بجد بيتغير طعمها تماما، انا بحبها جدا بالبصل الاخضر، بس في الصيف ما بلاقيش البصل الاخضر فبعملها ببصل احمر. اهو شايفه عامله ازاي طعم الجبنه نفسها، الطحينه مع الزبادي مع الخل والليمون، بصوا فظيعه. ما بحطش توابل خالص غير شويه شطه بس كده مع الملح، طبعا ما بحطش اكتر من كده، مع الزيت ربع كوبايه الزيت على الكميه دي تبقى حلوه قوي، مع رغيف عيش ناشف كده، وكلي بقى ودايلي بجد حلوه قوي في الفطار في العشاء، مع بيضة مسلوقة، مع سندوتش اي حاجة تاني. بصي ما بستغناش عنها، بحبها جدا وبحب اعملها على طول، احطها في التلاجة في علبة كده وتقفليها وتشيليها. اهو زي ما انت شايفة، لا بجد حلوة، جربوها مش هتندموا خالص. الطحينة مع الزبادي مع الليمون بتدي طعم حلو قوي، طعم مختلف، هتعجبكم، جربوها وادعولي. هاتي عيش كده، رغيف عيش مفقش كده، مفقش كده كبير كده، بصي مش هتشبعي منها بجد. طبعا ما حطيتش فلفل الاخضر حامي لان بيشتكوا مني، ريحت دماغي، حطيت فلفل رومي الوان وريحت دماغي، حلوه جدا طعمها حلو، ريحتها حلوه، حطها في التلاجة هتتقل معاكي كمان. وبالف هنا ومع السلامه.